محمد يافع استلام الزيك الزيك يا سلام عزيز تكمان وهو يلعب في الجهه اليمنى هناك سيطره البارقي البارقي يلعبها عزيز استلامه عزيز مرور عزيز سيطره زيك يا الله يا شكو ارفاي يقول لي سيرجو كل شيء وانا ارفاي كل شيء وانا ارفاي الكره نسيت عزيز ارضيه الله البلوشي عدي هناك البلوشي يتقدم البلوشي عدى عزيزي تكمل هناك سيطر صالح يا الله على يعشق الارضين دائما ولكن هناك الكره هناك هناك خطا سعد ارضيه الكره هناك يطلق سافرته حتى المباراة نهاية هناك في الشوط الأول النتيجة سلبية 0-0 بين الفريقين شكرا لكم رح نلتقي الشوط الثاني بإذن الله بعد دقيقة هناك رح نلتقي في الشوط الثاني شكرا لكم فريقين الفايز وفريق هناك ملاعب الكاس حتى الآن 0-0 شكرا نذير شكرا لكم هناك ملاعب الكاس فريق الفايز حتى الآن هناك لم يكن أولا لم يكن هدف لم يكن هناك هدف حتى الآن بين الفريقين هناك لم يتمس لصالح فريق الكرة الروسية تعود من جديد يا الله عدت بسلام محمد عودة عسيري تكمان عسيري تكمان عسيري يا الله عسيري يا الله قتلوهم صفحي صفحي هدف طب راح ينحط في اليوتيوب على شبكة الفارس العالمي هناك صوت من جديد ناصر السلمي ناصر السلمي هروب صفحي يا سلام يا سلام هناك فريق ملاعب الكاس يترك الدفاع صفحي لمسة تكمل الكرة هناك عند عزيز عزيز يبحثون يضغطون كثر الدق في الطلحان سجلها كبيتي اللي فعلها كبيتي اللي سجلها كبيتي انزين علي مجرشي يسيطر على الكرة علي مجرشي علي مجرشي علي مجرشي محسن هناك الكرة تعود محمد شاكر الكرة يغمت هناك محمد شاكر عودة خالد يسيطر خالد يسيطر هناك البرقي البرقي هناك محمد شاكر محمد شاكر يسيطر يا سلام يا سلام أن يكون بالتسخين الكرة تعود محمد شاكر محمد نور محمد سيطرة محمد يبحث الكرة عرضية تعود هناك لكن هناك خطأ خطأ هناك صفحي ماذا يفعل صفحي بطاقة صفراء ثم الحمراء سلام هناك سيطرة البلوشي البلوشي يسيطر على الكرة الكرة تعود خالد التبيتي نور خالد الفايز يضيع الفايز هناك علي ترى احتياجات يا علي عندك بطاقة الصفراء نتمنى الهدوء شكرا لكم الفريقين مباراة هناك انتهت 1-1 مباراة